وانا قاعد بقلب كده وشفت بوست عن البوكو اكس 6 الجديد ودخلت اشوف مواصفاته وببص على الشاشه، ايه ده الشاشه دي مش غريبه عليا. نزلت تحت على البطاريه برضو ارقام البطاريه دي مش غريبه عليا. دخلت اشوف المعالج، ده هو نفس المعالج. ايه ده مش ده الريدمي نوت 13 برو؟ لدرجه ان انا فكرت ان ده الاسم اللي هينزل بيه الوطن العربي. فلما دققت كده لقيت ان ده كاميرا الاساسيه فيه 64 ميجا والكاميرا الثانيه هنا 200 ميجا. طب ما كده الجهازين دول مختلفين، امال في ايه بقى؟ ويعني بجد الله يكون في عون حد محتار ما بين الجهازين دول وعايز يعرف يختار ايه، لان المواصفات اللي ما بينهم قريبه جدا تقريبا هيها اساس. بس عارف انا لو مكانك انا هدخل عند احمد السيد اقول له اعمل لي مقارنه ما بينهم. امال انا هنا بعمل ايه يا معلم؟ المهم من غير ما نضيع وقت كتير انت فهمت هنتكلم في الفيديو عن ايه، ولكن قبل ما نبدا لايكك الجميل وسبسكرايبك الرايق ويلا بينا نشوف المقارنه ما بين البوكو اكس 6 والريدمي نوت 12 برو اللي من نفس الشركه. بما ان انا قلت لك هما الاثنين نفس الشاشه فهم حرفيا كده، يعني تقريبا انت لما تحط الشاشتين قدام بعض مش هتعرف تميز ما بينهم. الشاشه اللي حوافها صغيره جدا وجايه هنا من نوع اموليد بحجم 6.67 من 100 انش 68 مليار لون، وشاومي الوحيده اللي في الفئه المتوسطه بتعمل كده لحد دلوقتي، اللي بمعدل ريفريش ريت 120 هرتز والدولبي فيجن، واكتر سطوع هيوصلوا ليه الشاشتين دول هم 1800 نتس، وده رقم كويس جدا على فكره، يعني مش هتواجه اي صعوبه تحت اشعه الشمس. وطبعا الابعاد اللي احنا عارفينها بقى اللي هم ال 1220 في 2712 بمعدل كثافه بكسلات 446 بكسل لكل هنا. والصراحه الشاشات هنا ممتازه جدا، الوان مشبعه وفرجه على فيديوهات ما حصلتش في الجهازين دول بالذات، لان الدقه هنا بتوصل ل 1.5 كي. والشاشتين برضه عليهم نفس طبقه الحمايه كورنينج جوريلا جلاس فيكتس، فاللي هو ما فيش تضحيه ما بين الجهازين في الشاشات خالص. وانت لو بتبص على الجهازين وهما جنب بعض فتعالى ما اقول لك هتعرف الفرق ما بينهم ازاي. لو خدت بالك هتلاقي ان الريدمي نوت 16 برو هتحس ان الشاشه بتاعته اكبر سنه من البوكو اكس 6 ومحتاجه انك تدقق فيها، وكمان الحواف بتاعته مكبوب على الاطراف كده هتحسها ان هي هتقلب على الكيرف، بس لا الشاشه هنا فلات تماما بس الحواف هي اللي تحسها اكنها اخده شكل كيرف من اربع اتجاهات. وغير كده مفيش اي اختلاف تاني ما بينهم من ناحيه الشاشات غير بقى التصميم، وتصميم البوكو اكس 6 الصراحه رايق وروش اكتر وتحسه بريميوم اكتر من الريدمي نوت 12 برو. بس في النهايه دي اذواق، يعني الشكل المزركش اللي في الظهر وانطباع جهاز البوكو من ناحيه بوكس الكاميرات في فرق ما بينهم، بس كخامات تصنيع هما الاثنين واحد. الظهر جاي من الازاز مع فريم من البلاستيك وعندك نفس المستشعرات هي الاي اير بلاستر، ولسه محتفظين بمكان ال 3.5 مللي والسماعات الاستيريو. كل حاجه في التصميم هي حتى نفس الشهاده المقاومه للبقع الميه الاي بي 54. طبعا على الاقل هيكون في اختلاف في الاداء والمعالج حتى، بس لا برضه شاومي هنا نزلت لك نفس المعالج في الجهازين هو السناب دراجون 7 اس جين 2. ده معالج بدقه تصنيع 4 نانومتر، يعني توفير في البطاريه كويس جدا مع معالج رسومي ادرينو 710. طب هو حتى يا شاومي كان لف خاطرك وغير المعالج؟ بس لا، بس في تريكايه هنا. البوكو اكس 6 جاي بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهه شاومي الجديده الهايبر او اس، ولو جالك جهاز وفيه الميو اي 14 الواجهه القديمه بتاعت شاومي فهو برضو متاكد ان الجهاز ده هيتحدث للواجهه الجديده. انما النوت 13 جاي برضو بنظام التشغيل بس مع الواجهه القديمه اللي هي الميو اي 14، ولحد دلوقتي مفيش خبر اكيد ان هو هيتحدث للواجهه دي. طب في اختلافات في الاداء ما بينهم؟ يعني هقول لك على حسب كلام انتوتو والمواقع اللي هي بتقيس اداء الاجهزه، فالاختلاف رايح ناحيه البوكو اكس 6 مع انهم هم نفس المعالج. بس احنا مش هناخد كلام المواقع دي كمقياس، لان المواقع كلامها بيتغير ما بين اليوم والتاني، يعني ممكن تيجي الاسبوع الجاي تلاقي النوت 13 هو اللي اعلى منه. بس ده فرق النقط ده بيتهيألي بسبب كاستمايز الواجهه بتاعت بوكو نفسها. طب الفرق الفعلي ما بينهم موجود ولا لا؟ يعني مثلا جربنا نقفل الجهاز ونفتحه هنلاقي ان الريدمي نوت 13 بيفتح اسرع من البوكو. طب بفتح بعض التطبيقات نحط الجهازين جنب بعض ونشوف مين اللي هيفتح تطبيقات اسرع، دي برده مش مقياس ليهم، لان ساعات الريدمي نوت 12 بيفتح اسرع والبوكو اكس 6 ساعات برضه بيفتح اسرع، وساعات بيفتحوا هما الاثنين واغلب الاحيان بيفتحوا في نفس الوقت. فالمحدد هنا مثلا اننا هنعمل ريندرنج لفيديو بنفس الاعدادات بنفس الدقه على الجهازين، وبرضه الفرق بينهم اجزاء من الثانيه، يعني حاجه مش هتلاحظها. فتقريبا كده اقدر اقول لك انك هتاخد نفس الاداء من الجهازين، يعني حته المعالج دي مش هتحتار ما بينهم فيه. ونقطه كده انا حاسس ان هي هتلخبطك في المعالج ده، انت تعرف السناب دراجون 7 جين 1 اللي هو النسخه العاديه مش الجين الاس جين 2 اللي موجوده في الجهازين هنا دول، المعالج ده اداؤه اعلى من المعالج اللي جاي في الجهازين هنا، عشان تبقى فاهم. بس الاس دي مع الجين 2 ادائها اقل، فدي نقطه حبيت الفت نظرك ليها عشان لو اتلخبطت ما بين المسميات بس. طب ايه يا عم احمد، احنا وصلنا للنقطه دي وعملنا لايك وعملنا سبسكرايب خلاص، بس برضو ما عرفناش ايه الفرق ما بين الجهازين لحد دلوقتي.
نفس المواصفات هي هي. الفرق الرئيسي هنا يا عزيزي في الكاميرات وتحديدا السنسور الاساسي. السنسور اللي في البوكو اكس 6 هو سنسور 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.8 مع مثبت بصر حقيقي نوع OIS، واللي يفرقه عن النوت ان النوت فتحه العدسه بتاعته اوسع وكمان مستشعر بدقه 200 ميجا بكسل. انما باقي الكاميرات هي هي، كاميرا 8 ميجا بكسل دي الالترا وايد و2 ميجا بكسل مايكرو، وكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل، واللي هو برضو شاومي مرخمه، واحنا اتكلمنا في النقطه دي كتير. شاومي مش بتهتم بالكاميرات السيلفي ولا بتهتم بتطويرها، يعني من دلوقتي بينزل بسنسور 16 ميجا بكسل في كاميرا سيلفي، مفيش حد، مفيش غير شاومي بس. طب ما تيجي نقارن ما بين الكاميرات، واحنا في المقارنه دي هنركز على السنسور الاساسي بالذات لان هو اللي فيه الاختلاف. ومن الصور هناخد بالنا ان ريدمي نوت 13 برو بيحاول يعزز الالوان اكتر من البوكو اكس 6، وكمان التفاصيل اللي بتطلع من الصور اكتر من البوكو، يعني المعالجه بتاعته بيحاول يزود فيها الساتوريشن اكتر، بينما البوكو بتكون الوانه اهدى. ودي انا مش عارف احكم فيها، انا عايزك انت اللي تحكم فيها وتختار انهي الصور اللي عجبك اكتر، وتكتب كده في الكومنت قول كاميرات البوكو احلى، كاميرات الريدمي احلى، وهكذا، عشان برضو نعرف رايك انت في الصور هتكون عامله ازاي. بس في اختلاف طبعا رايح ناحيه التفاصيل الريدمي نوت 13 برو، وبرضو في البورتريهات حديد الاطراف فيه احسن سنه من البوكو اكس 6، وفي الكاميرا السيلفي برضو البورتريهات فيها احسن من البوكو. يعني لو لاحظت في الصوره دي بالذات هتلاقي ان التفاصيل في البوكو مش متحدده كويس من هنا ومن هنا، وكمان معالجه الالوان في الكاميرا السيلفي احسن سنه برضو في الريدمي. فانا من وجهه نظري شايف ان نقطه الكاميرات هتروح للريدمي نوت 13 برو، بس اللي هو مش اختلافات كبيره برضو. والبطاريات اللي هنا كمان مفيش فيها اي تضحية، بطارية 5100 ملي امبير بقوة شحن 67 واط، وجهازين ما اظهروش اي اختلاف كبير من حيث التوفير في البطارية، يعني النتائج بينهم متقاربة جدا برضه. فبجد يعني الله يكون في عون اللي محتار ما بين الجهازين دول. والله الفيصل اللي هيكون هنا ما بين الجهازين دول هيكون السعر، وبرضه السعر ده محير جدا هو كمان، يعني انت هتلاقي مواقع بتقول لك ان السعر بالدولار للبوكو اكس 6 اغلى، وفي مواقع تانية بتقول لك ان النوت 13 اغلى، والمواقع دي هي هيها وموثوقة برضه. ندخل مثلا على موقع شراء شبه نون الامارات هنلاقي ان الاسعار فيه برضه مختلف، يعني مره يجيب لك ان النسخه بسعر، ومره على برضه على نفس الموقف نسخه تانية هتلاقيها برضه بسعر مختلف ويمكن اقل من البوكو اكس 6. انا والله هحط لكم الاسكرينات اللي جبتها بالاسعار، وبرضه هتلاقيها على نفس الموقع في اسعار مختلفه. فانت تعمل ايه بقى عشان ما تحيرش نفسك؟ تكون عارف النقطه دي، لو انت بتدور على كاميرا معالجتها احسن سنه والوانها مشبعه فهتختار النوت 13 برو تمام. انما انا من رايي اللي تلاقيه ارخص اشتريه، اللي هتعرف تجيبه ارخص من التاني اشتريه من غير ما تفكر، تقريبا مش هتاخد اي اختلاف مبلغ. لو لقيت البوكو اكس 6 ارخص وهتعرف تجيبه ارخص هات البوكو، لو لقيت النوت 13 ارخص وهتعرف تجيبه هات النوت، عشان ما تحيرش نفسك، لان انا شايف ان الفرق اللي ما بينهم مش كبير خالص اساسا، تقريبا هو هو نفس الجهاز بس بمسميات مختلفه. عايزك تكتب لي رايك في الجهاز ده في الكومنت، وتكون برضو عملت سبسكرايب. يلا بقى ما تنسانيش بقى من الشير واللايك كومنت سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.